اي سيارة؟ هذا واحد منهم طلع. هذول السلاح طلعوا لهم من مرتزقة أردوغان. دوشكا بكيسي بواريد قاذف قناصة ذخيرة. هذول من جماعة مرتزقة أردوغان. الاسم مؤيد العبدو من إدلب منطقة اسمها أبو ظهور. أنا بالألفين وإحداش اعتقلت، كنت مع جيش ثوار مع أبو علي برد، اعتقلت عند النظام معركة مطار أبو ظهور 6 سنين. بعد موقف الحبس 6 سنين طلعنا أخلاء سبيل، طلعنا كان الأمور متغيرة وكان مستلمة جبهة النصرة، وقمنا رحنا على تركيا. ضليت سنة بتركيا عامل بشتغل بإنشاءات وما إنشاءات عامل. رجعت بعد سنة رجعت على إدلب. الوضع كان بإدلب يعني كان مرعب كثير، أنه بالوضع كان إنه حاله على أسوأ من العصابات جبهة النصرة وجيش هذا جيش الحر المرتزقة أردوغان. قمنا ضبينا وجينا على عفرين. بعفرين المدني ما بيحسن يعيش مدني، لو كان بتسجل حي الله، المهم بتسجل عسكري مشان يعني بتحسن تمشي. قاموا اجباري جندونا عساكر وهاي وجابونا لهون على تل ابيض. هاي الوضع بعفرين لسه سيء كثير اكثر من ادلب. القادات ومقادات كلها حراميه بيشلحوا المدني بالتهمه جاهزه، مثلا بدي يلبسوا واحد تهمه بياخذوا مثلا 10-15 ألف دولار على هالموضوع. الوضع سيء كثير بعفرين خالص، سيء كثير. هاي مرتزقه اردوغان جابونا على تل ابيض ثاني تبديل، انا جيت بثاني تبديل، جابونا بالباصات فوتونا على تركيا وجابونا هنا على تل ابيض. جينا هنا على تل ابيض لسه طلع معنا بتل ابيض الوضع أسوأ من كان بعفرين، لاني ما في دوله بالعالم ما في هيك معامله بتعامل الناس هيك. ارزاق الشعب المدني سرقوه، الشعير، الحنطه، الكمون، السيارات، الاراضي، يعني ايش بدي احكي ما بنوصف. ما عاد اتحمل، انا ما عاد اتحمل الشيء اللي عم يسووه، ما عم يتحملوا، عم يتبلوا المدنيه بس مشان يقبضوا مصاري، عم يشلحوا المدنيين، عم بياخذوا سيارات المدنيين، عم بياخذوا الاراضي. احنا مثل عبد مامور عند التركي. التركي ايش ساوي هيك ساوي هيك. القادات احنا جماعة، كل القادات جماعة مصاري وجماعة دولارات وجماعة مهم لا ارضن ولا شرقن ولا عرضن ولا همن شيء. مهم شيء، همن بس يعبوا جوا القادات كلياتها. كل قائد بيملك مليار، بيملك كذا مبلغ، منين جابوا هذا؟ من بيت ابوه او من بيت امه او منين هذا؟ هذا كله من الشعب. هاي مرتزقه اردوغان كلياتها هاي القادات الحراميه اللصوص. يعني اذا واحد تبلي هن ما في شيء عليهم، المدنيه ما عليهم شيء. اني كان هذا الزلمه كان موظف عند جماعه قسد، هن ما لهم بتاع اني جماعه قسد ولا لهم مدورين على قسد، مدورين مشان المصاري والدولارات ومشان ياخذوه بيخطفوه بيحطوه بالتحقيق شوي بيشلحوه 4-5 آلاف 6 آلاف دولار. يعني هاي اهون شيء. الشيء الثاني بيلبسوا مثل جماعه قسد بدلات، مثل بدلات قسد وهاي. بحجه اني يوم اللي بده يروحوا يشلحوا يفوتوا على بيت اني جماعه قسد هن اجوا مثلا شلحوا. اليوم عملوا تفجير جماعة قسد وهن اللي عم بيفجروا الغادات، هن عم بيفجروا هن عم بيساووا كله قبض من تركيا. هذا المصاري كله من تركيا. وإيش بدي أحكي لأحكي، يعني الوضع سيء كتير. وبترجى من كل واحد شريف وبترجى من كل واحد هاي باتجاه قسد، لأني أنا شفت المعاملة أحسن من هيك ما شفت ولا راح أشوف. أنصح كل واحد أخ صديق لي وكل واحد شريف بيتجه لعند جماعة قسد. المشاكل اللي كانت بين الفصائل ببعضها المرتزقة أردوغان كانت أكثر شيء على مثلا اليوم سرقوا معمل أخذوا فصيل
سلطان مراد، بدي شاركه الحمزات او غير فصيل او الشرقيه بدي يفاصله يعني بيعطيه منه ما اعطاه، بيصيروا بيتقاتلوا مع بعضهم مشان الارزاق المدنيه كلياتها، كل قتلهم بيذبحوا بعضهم المرتزقه كلياتها مش بيشان مشان مصاري ومشان بيوت ومشان رزق للمدنية، هذا كله رزق للمدنية كل يعني. إيش بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك يا أخي والله وحياة الله، شيء يعني شيء بيطير العقل. أجوا على تل أبيض، هن بيجوا وين في منطقة فيها رزق، هن لا طبعانين بيحرروا يعني بيحرروا أرض، ولا من مين بتتحرروا الأرض؟ لمين؟ من مين هاي الأرض؟ هاي الأرض للنظام؟ لمين هاي النظام؟ هاي للشعب، هاي عايز جاي تحرر. أنت جاي مع جماعة أردوغان، مع جماعة مشان تحرر، جاي مشان السرقات إجباري. أنا هلق رحت على جماعة قصد، عندي أخوي عندي أهلي كلها هنيك بجماعة قصد، تواصلت وأنا رحت، وأنا أتمنى من كل واحد شريف وكويس وفي نخوة وفي شرف باتجاه جماعة قصد، لأني جماعة حاج هيك. والشي شفته ما شفته عند الكلاب مرتغزة أردوغان. بنرجع نحكي احنا على جماعة أردوغان وجماعة المرتزقة. هلأ هن لو انه بيفهموا هالشباب والعالم، كل شيء واحد واعي وبيفهم عليه، اني طلع أردوغان عم بيبيع إدلب، عم بيسلمها لإدلب منطقة منطقة بإدلب، وعم بيجي لهون عم يدفع الشباب، شبابنا كلها عم تروح عم تموت، شبابنا الأتراك ما حد عم بيروح منهم، احنا عم بيحطونا بالواجهة من قدام، وهن ما حد عم يسوون شيء، يعني رايحة بس على الشباب. فهمت شلون؟ اصحوا يا اخي اصحوا، مجو عليكم الله، مجو عليكم الله، اصحوا حالكم. فهمت شلون؟ حاج 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 اردوغان زلمة ابن حرام، اردوغان عم يعني يريد الشعب السوري كله بيموت. اصحوا حالكم يا شباب، اصحوا حالكم. ايش الكردي وايش السني؟ كلياتنا اهل وكلياتنا اخوي وكلياتنا لك. ايمت كان قبل احداث، ايمت كنا نميز الكردي والعلوي؟ ايمت كنا نميز؟ ايمت كنا نميز؟ قال لي هالعرصة اردوغان هو ابن الحرام، هو ابن الحرام، هو روح لنا شبابنا كلها، راحت شباب مثل الورد كله، هو روحها اردوغان. كلهم كانوا داعش وضمن لهم اردوغان، يعني اردوغان الدواعش كلها تجابن وضمن مع جيش الحر. كثير هلا جيش الحر هذا اللي مسوينه، جيش حر هذه المرتزقة، هاي هذا مو جيش حر، هذا حشاكي، هاي مرتزقة، كلهم كانوا دواعش يضمن، اجوا من الدير هذول شعيطات وما شعيطات وما بعرف ايش، كله كانوا دواعش وضمن هون. اردوغان العالم خليها تفهم على اردوغان وتصحى حالها، لاني اردوغان عم يروح شباب مثل الورد، شباب مثل الورد عم يروح اردوغان. وايش بدي احكي؟ لا احكي، تعبنا والله، تعبنا وحياة الله تعبنا والله. لا احكي لك، الاهالي ما نن مبسوطين كلياتهم. انا شفت الاهالي اللي كان الكردي بعفرين مزلول، يعني مدني هذا مزلول يا حرام، يعني كان زلمه كبير وكان مره وكان بنت، كله زالين وزله. وهون بيت الابيض انه شفت لك الوضع، الشعب مو مبسوط خالص، مو مبسوط الشعب. ليه مو مبسوط الشعب؟ مو مبسوط لاني نهبوا مرتزقة أردوغان، نهبته عم تفوت على البيت، عم يشيل التلفزيون، عم يشيل الغسالة، عم يشيل، ما عم يخلي له سداج، ما عم يخلي له شيء. شلون بدي يحبك المدني؟ شلون بيحبك؟ هاي جماعة مرتزقة أردوغان. وعناصر أنا شفت لك بعيني، عناصر من الأتراك عم بيتشولوا عم يسرقوا أنه تلفزيونات وغسالات، أنا شفتهم بعيني. وإيش بدي أحكي؟ لا أحكي، تركيا خربت بيتنا، استحلت وطن العربي 400 سنة. إيش صوع حالكم يا أخي؟ جو عليكم الله، أصوع يا شعب يا ناس، أصوع حالكم. حاج استوينا الشعب استوى. أنا صلي 9 سنين ماني شايف أولادي، لا أولادي ولا أمي ولا أخوتي، صلي 9 سنين بلبنان مع محسن أشوفهم، أمشان يرضى أردوغان وإشكال أردوغان ومرتزقة أردوغان. بس لأقول لك اللي عم يتهموه تهمة أني كراد أو هاي، عم بيحاولوا على تركيا، وفي فصائل عم تقبض مصاري. المهم بيطلعوا له تهمه، يكون الزلمه ما عليه شيء، بيطلعوا له تهمه مشان ياخذوا مبلغ مصاري، وباقي العالم عم بيحاولون على تركيا. والحكي كله ما في، انا شفت بعيني وبحلف يمين الله وبحلف على المصحف ان هالعالم هي كلها بريه وما ذنب شيء ولا فهمت شلون، بس كله تبلي مشان السرقات ومشان مشان عبوا جابوا القادات. كل قائد كل قائد مو كل قائد كل قائد كتيبة بيملك له
200-300 مليون، هذول منين جابون؟ أبوه كان يشتغل فيهم جابون، أو منين جابون هذول؟ هاي كلها سرقات الشعب. أو جيت على تل أبيض بالتبديل الثاني، صلي 25 يوم بتل أبيض، وتعاملت تواصلت مع أخواتي قصد مع الشباب الشريفين والكويسين واللهاي، وحكيت معهم وهاي إني بدي أجي عليكم وهاي، قالوا أهلا وسهلا والبيت بيتك، وما قصروا كلياتهم. وأنا جبت معي سيارة، طلعت بسيارة وطلعت بدوشكا وطلعت ببيكيسي وبقازف وببواريد، وطلعت بسلاح، عبيت السيارة سلاح، وجيت لعند أخوتي قصد، وأنا أعلن علنا أنا جاي أشتغل مع جماعة قصد، مع معلمي أبو علي برد قائد جيش السوار، أنا من 2011 معه. وأنصح كل شريف وكل واحد في نخوة بيتجه باتجاه جماعة قصد، والله يعطيكم العافية.